السلام عليكم، شلونك اخوي؟ ان شاء الله بخير. احنا شاكرين التزامكم وارتدائكم حزام الامان، وهذا دليل على وعيكم وثقافتكم المروريه. شنو مخالفتك؟ انا اسالك. ما عندك مخالفه؟ مقدم باسم، فيما يخص المخالفه شنو مخالفتك؟ مخالفه عند الستائر الخلفيه، خليها مخالفه للقانون. هذه تعتبر من الستائر الخلفيه. تمام، زين. نصيحتك الى نفسك والى اخوانك سائقي المركبات فيما يخص المخالفه من هذا النوع، ايش تنصحهم؟ والله هي هسه مو تضليل خاطر يعني. اوكي، على عيني وعلى راسي. هو مو تضليل، نفس المخالفه. التضليل او ستار نفس المخالفه. نفس المخالفه. هسه انا اريد منك، انت انسان واعي وملتزم ومرتدي حزام الامان، هذا دليل على وعيك وثقافتك. انا اتمنى انه تكون من عندك نصيحه الى اخوانك سائقي المركبات اللي عندهم هذا النوع من المخالفه. يعني ننصح التزام قواعد المرور ان شاء الله. ربي يحفظك. تعال عن هذا. عن المخالفات، عم ما تعرض نفسك للمخالفه. تعطيني ارفع لي المخالفه. ارفع لنا اياها بس، عيني انت.